لكن حسب رايي انا النادي سفيقس لازم يتفط منها النقطه هذه. مازالت ربع ساعه تقريبا بالوقت المبدد الساعه تبعه محمد وليو يسدد والهدف الخامس ممتازه جدا من محمد وليو دوي. محمد وليو دوي حاول في مناسبات سابقه وتمكن في الدقيقه 33 يعني دقيقه 78 في المباراه الهدف الخامس لمحمد وليو دوي والثاني ليه في هذه المباراه بعد ما افتتح النتيجة في الدقيقة 9. محمد وليون دوي السنغالي يضيف الهدف الخامس لفريقه النادي الصفاقسي والثاني في سجله في هذه المباراة. كانت هدية من الفريق الكامروني للاعب دوي، لاعب سريع، لاعب عنده امكانيات ممتازة، ثبت المنافس على اليسار ومن بعد حط على ساقه اليمين. تغيير الموقف الحالي ملعوبة داخل الصندوق انظر قسمين مرور مع الدور يتمكن من الوصول الى شباك شبيبة جيجا وان دوي للعودة في اللقاء وحذري من دوي حذري من دوي ولا تعديل التعديل هفوة من حارس الدرج الرياضي التونسي شاف وصو أمام الدول لا حارس في جهة